ولا يخفى أن عليكم أن استلمت جيل كثير من الحالات متعلقة بالتعذيب سواء في بعض مخافر الشرطة أو مخافر الطرف المالكي أو بعض المخافر متعلقة ببعض الأجهزة الأمنية السورية وكذلك في بعض السجون تعرضوا بعض المعتقلين لأنواع تشتري من التعذيب وهذه الحالات يعني لا تعبر عن موقف يعني الدولة أنها عندها قصد من وراء يعني سياسة منهجة وإنما هي ممارسات معزولة بعض المسؤولين ما زال يحنون للماضي ويمارسون أفعال تتنافى مع القانون وتتنافى مع الدستور المغربي خاصه الدستور المغربي 2011 اصبح نصا بشكل صريح على التعذيب كجريمه ويعاقب عليها القانون ونص كذلك على معاقبه كل من ارتكب افعال التعذيب في حق مواطن اذن السي عبد الاله الخضري رئيس المركز المدني سيوضح تقرير بشكل موسع تصور ديالنا حول هذا الموضوع يعني الموقف ديالنا وما هي الامور اللي يجب على الحكومه المغربيه ان تسرع بشانها حتى يتم رفع جميع التحفظات المتعلقه باتفاقيه الدوليه لمراقبه التعذيب وكل البروتوكولات وملاحقات هذه اتفاقية فالكلمة الأستاذ عبد الله